الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وجعل الأزمنة تتفاضل فيما بينها أياما وشهورا. نحمده سبحانه وتعالى فله الحمد كله، ونشكره على ما أولى فمنه الفضل كله، ونتوب إليه فإليه الأمر كله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الأطهار، وصحابته الأخيار، والتابعين لهم بإحسان ما تتابع الليل والنهار. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، موضوع خطبة هذا اليوم المبارك في فضائل شهر شعبان، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. عباد الله، فبعد أن جلنا جولة في أمهات مكارم الأخلاق، وهي تستحق أكثر من ذلك بكثير، نعود للحديث عن فضائل الأعمال والبحث عن أسرار الفرائض والنوافل والطاعات، إذ الأخلاق والعبادات وجهان لعملة واحدة، فكل منهما يؤدي إلى الآخر ويرشد إليه. وحديث اليوم إن شاء الله تعالى عن فضل هذا الشهر المبارك الذي غمرنا بظلاله الوارفة ونفحاته الزكية، الذي
الذي يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد عناية، فيصوم منه أكثر ما يصوم في غيره. فسأله أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قائلا: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه. الحديث المتقدم. ونستفيد من هذا الحديث النبوي الشريف فوائد، منها قوله صلى الله عليه وسلم: شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فإنه يشير صلى الله عليه وسلم إلى أهمية الطاعة في ساعة الغفلة، وذلك لأن الناس يخرجون من شهر رجب الحرام ويستعدون لرمضان الأبرك فيغفلون عن شعبان، فيغفلون عن شعبان بينهما. فلفت النبي صلى الله عليه وسلم انتباههم إلى أهمية هذا الشهر وفضله. ويستفاد منه أن الطاعة، أي طاعة كانت، إذا غفل عنها الناس تكون من أفضل الأعمال، بحيث لو غفل الناس عن الصلاة يكون المحافظ عليها من أفضل الناس، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والصلاة بالليل والناس نيام. ولو غفل عن اليتيم يكون المنتبه إلى حاجته سباقا إلى الخيرات، ولو غفل عن ماطة لدى عن الطريق يكون مزيلها أفضل الناس، وهكذا وهكذا. ويشرح هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. أما الثلاثة الذين يحبهم الله تعالى، فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يكن بينه وبينهم قرابة فمنعوه، أي لم يعطوه شيئا. فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله تعالى والذي أعطاه. وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به، نزلوا فوضعوا رؤوسهم، فقام، يعني أحدهم، يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا، فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح الله له. والثلاثة الذين يبغضهم الله: الشيخ الزاني، والفقير المختال، والغني الظلوم. فالثلاثة الأول انتبهوا إلى ما غفل عنه غيرهم من قومهم الذين كانوا معهم. ومن فوائد هذا الحديث كذلك استحباب الصيام في شهر شعبان والإكثار منه، إذ لم يكن صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر من الشهور ما يصوم في شعبان. ومنها كذلك أن الأعمال ترفع في هذا الشهر المبارك الذي يختم به المؤمن سنته ليستأنف سنة أخرى جديدة، فيجتهد في الأعمال في خاتمته، إذ العبرة بحسن الخواتيم. ومنها الاهتمام بالحال عند صعود الأعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فما أجمل أن ترفع الأعمال إلى البارئ جل وعلا والعبد في أحسن أحواله. فما أجمل أن ترفع الأعمال إلى البارئ جل وعلا والعبد في أحسن أحواله من صيام أو صلاة أو زكاة أو حج أو عمرة أو صلة رحم أو عيادة مريض أو إغاثة ملهوف أو غير ذلك مما شئت من الأعمال الصالحة. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم وفي حديث سيد الأولين والآخرين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، من فضائل وفوائد شهر شعبان أن الله تعالى يطلع في ليلة النصف منه، يطلع بمعنى يتجلى لعباده سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن منا عباد الله لا ينتظر هذه الليلة بفارغ الصبر، لعل الله سبحانه وتعالى يشملنا بعفوه ومغفرته. ومن منا لا يريد أن يختم سنته بقبول عمله وصلاح حاله. ومن منا لا يشتد شوقه إلى شهر رمضان ونحن على أبوابه، بيد أن في الحديث النبوي شرطا، وهو أن يصطلح المتشاحنان ويتسامح المتخاصمان حتى لا يؤخران عن المشمولين بالعفو والمغفرة في هذا الشهر المبارك. فلنبادر عباد الله إلى إصلاح ذات البين وصلة الأرحام والعفو عمن ظلمنا والاستغفار ممن ظلمناه، لقول الله تعالى: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي فشكر وابتلي فصبر وظلم فغفر وظلم فاستغفر ثم سكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات قبل أن يخبر عن المبتدأ، سكت. قالوا: ما له يا رسول الله؟ قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي المتصفون بهذه الصفات من شكر وصبر وعفو واستغفار، لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم اجعلنا من الآمنين في أنفسنا ومجتمعنا ووطننا ودنيانا وآخرتنا وسائر المسلمين، آمين. وختاما، تهيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمواطنين المنتقين بواسطة القرعة سنة 2019 لأداء مناسك الحج، قصد أداء مصارف الحج خلال هذه الفترة الممتدة ما بين الاثنين المقبل 27 فبراير إلى الجمعة 10 مارس، وستكون دفعة واحدة بالنسبة لتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمحددة في 62,900.